برا واللي عادنا عن وسام تكيت وتحدي النورمال. وسام تكيت نزع على سبب اللي انستغرام شو تستورت في هذه الستوريات كان كاتب بيها انه المسافة اللي بيني وبينك اللي خليته وقت فشلي اكيد راح خليها دبل لما انجح. هو المتابع صار توقعون هو يقصد شخص معين واللي ممكن هو النورمال. هو النورمال صار اكثر حالي من وسام تكيت وثلاثة محتواهم فريق. فوسام تكيت يقول انه لما انجح انا راح اكون دبل مشاهداتك. وما ادري صراحة منو يدخل بالضبط تكتبون بالكومنتات هل توقعون يقصد نورمال او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر عدنا هو النورمال. فالنورمال نزع على سبب اللي انستغرام شو تستورت في هذه الستوريات على من خلالها انه عنده فكرة جديدة واللي هو انه الناس تسوي له ميمز مقاطع هو يسوي ردات فعل عليها. هنزل مقطع باكر الساعة بالاربعة على القناة الثانية احط لكم الستوريات تشوفوها. نور ميمز هذا الهاشتاج يا جماعة راح يكون بالانستغرام. راح فوت على هذا الهاشتاج اي مقطع او صورة انتم عاملين تصميم الي ميمز بضحك احترافي كذا راح اعمل ردة فعل عليه قدام الكاميرا. فالكل ينزل لانه هلا بعد ساعة راح نعمل ردة فعلنا عليه. يا جماعة الخير خليكم جاهزين بكرة على الساعة 4 قناة التاني لفيديو لفيديو خطير جدا صورناه لكم. خليكم جاهزين. بس يمكن تلاحظوا عليه انه تعبان ومالي بكل طاقتي وكذا بس لانه فايق من نوم جديد انه اوكي فترجوها ارجوك كمان حطوا له لايك. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فيه شيرين بيوتي في شيرين نزلت على حسابها باللي انستغرام شوت ستوري تقول بها انه هي حزينه بسبب انه ما راح تقدر تنزل مقطع اليوم ولكنها حتاجلها الباكر. بنفس الوقت صارت تبكي بالستوريات انا كمان راح احط لكم هذه الستوريات شوفوها. عندي خبر كان قال شوي حبكيني بس حبكيني هاي بكيني بدي اقول انه طلعت لي حبه اول شيء هون وكمان انه فيديو اليوم تاجل لبكره وبنزل. الخبر الثالث اللي عدنا عن ام نور ستار وام نارين بيوتي قلتهم على مشاكل بناتهم نارين بيوتي ونور ستار. فكل واحد لغى الفولو على حساب الثاني بالانستغرام ونارين بيوتي لغى الفولو من حساب نور ستار بالانستغرام. وطبعا كلهم صاروا حاليا يهتمون يا بعض. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وشاركوا بالحركه اللي سووها بالغاء الفولو. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين غيث مروان نارين بيوتي على نور ستار. فنور ستار نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كان به هذه الصوره وعلى هذا البوست كان كل التعليقات اللي جت فيها يتهجموا من جمهور نارين بيوتي وغيث مروان. كل الكومنتات قاعدين يقولوا لها انتم ايش تقدمين صور نارين بيوتي اللي قاعدين يقدموا عليها انه هذه دموع حقيقيين. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر وهل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن طارق الباشا ومملكة القصص وكشفوا من حقيقة المشكلة اللي صارت بين نارين بيوتي ونور ستار وشلون انه بيسان اسماعيل هي السبب كل هذه المشاكل بالاثباتات والدلائل وما فلوق سبب المشكلة. فطارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب هذا المقطع كشفنا بكل الحقائق. راح احط لكم الرابط بالوصف الكل يروح يشوف هذا المقطع بعد تكتبوا لنا بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر. بس والله وصلت مقطع حبايب مقطع طارق الباشا بالوصف روحوا الكل يشوف المقطع وفجر المقطع بكومنتات جيش مملكة القصص وبس. كان فايز زي ما قلت مملكة القصص وبس مع السلامة.